كنشكر قناه شوف تي في على المجيء ديالها ومواكبتها للحادث ومساندتها لنا ودعمها لنا. كنبغي نشكر الناس ديال درب السي الحداوي دون استثناء من الصغير للكبير، والناس اللي ساعدوا ولا من قريب ولا من بعيد، رغم انه كان دعم معنوي ولا مادي. المهم كنشكرهم بزاف وكنشكر الحضور ديالكم، وكنبغي نتمنى من الاطفال ديال الدرب ولا الناس ديال الدرب يحافظوا على هذه الجماليه المنظر اللي صوبنا. وكان شي دعم من المسؤولين ولا شي ديالكم من معكم؟ لا، ما كان لا دعم لا من جهات لا جمعويه لا منتخبون لا مجلس لا من حتى شي واحد. الدعم الوحيد اللي كان هو ديال جمعنا ب 100 ريال 1000 فران، كل واحد شحال عطى على قدر المستطاع ديالو، كاين كل واحد وشحال عطى، من 5 درهم حتى ل 500 درهم كل واحد وشحال عطى، لان ملي استطاع يعطي شي حاجه كيعطي، وكاين اللي ما عطانا والو عاوننا بالمجهود بانه وقف معنا عاوننا بيديه وعاوننا وساعدنا. والحمد لله شي واخا ما عطاوناش فلوس، المساعده ديالهم معنويا اكثر من ما كتكون ماديه. وكنتمنى من المجلس البلدي يعطي فرص للشباب، اللي كاين شباب كثير في مدينه ازمور، طاقات مكبوته، فنانين، رسامه، في جميع المجالات، نتمنى يعطيهم فرصه. وكفكره هذه كنبغي نوصلها للمجلس البلدي، علاش التروطوار ما سابغونوش المده دابا ديال سنه؟ عوض هذيك الفلوس ديال الصباغه ديال التروطوارات اللي ديال الشارع العام اللي كان عليهم يسابغوا، علاش ما يعطيوهاش للناس ديال يسابغوا بها الواجهه ديال المدينه ديال ازمور ولا يساعدوا بها الناس ديال الدروبه كما كنشوف؟ رغم ذلك كان غياب، لما كنشوفوا حتى شي واحد. كيف ما كتشوفوا اليوم حنا امام حله جديده، يعني حي في حله جديده، يعني بسبب او بمجهودات جباره اللي قاموا بها ابناء الحي، يعني طيله 10 ايام، يعني ماشي مده اللي سهله، يعني بتضافر جهود جميع الفئات السنيه شاركت في هذا الحدث هذا. كيف ما كتشوفوا العنوان ديال هذه البادره هذه هو درب السي الحداوي عائله واحده، يعني الكل تضامن في في زمن كورونا، يعني فكره كانت منذ القديم عطاتنا زمن كورونا وهذا الحجر الصحي عطانا الفرصه باش ننفذوا واحد الفكره اللي هي زوينه، جعلت من الحي لوحه فنيه. هذا الشيء كامل بدون اي دعم سواء جمعوي او سياسي، يعني بادره تبناها ابناء الحي مجهوداتهم فرديه، يعني بمساهمات رمزيه ديال ساكنات الحي، يعني ما كانش شي مساهمات كبيره، يعني هادشي كامل كتشوفوا يعني مساهمات رمزيه. تضافرت الجهود ديال جميع الشباب، كنقدم لهم تحيه واحد بواحد رغم انهم كاع ما حاضرين كاملين اليوم. كنتمناو ان هاد البادره هذه تبقى على مر السنوات ان شاء الله، يعني يبقى ونتمناو انه يحافظوا على هاد هاد اللوحه هذه وتبقى على مر السنوات ان شاء الله. كرساله اخيره كنتمنوا سواء من المسؤولين المحليين او الوطنيين او الجهويين انهم يعطيو التفاته للشباب المغربي، لانه بين انه كفء وقادر يمشي بالبلاد لقدام. يعني كنتمنوا ان الزمن ما بعد كورونا يكون زمن الشباب 100% ان شاء الله. كنشكروا الشباب ديالنا على المجهودات اللي داروا، وشكرا الله يرضي عليهم.